السلام عليكم. راح نتكلم اليوم عن المختبر رقم 3 للميكروبيولوجي. طبعا التركيز هنا حيكون عن البرفورم ويت بريباريشن فور فروم فورمالين فيكس. نتكلم هنا عن الباراسايتس، ايش التجارب المختبرين معمل هنا في المختبر بالنسبه للباراسايتولوجي. فهنتكلم عن بروسيس او تجربه اسمها ويت بريباريشن فروم فورمالين فيكس ستول وكونسنتريتس فور بوسيبل باراسايت انفكشن، استخدام اكزامين بوزيتيف ترايكروم ستان سميرز، هاي صبغه بنستخدمها للباراسايتس، كيف شوف شكل السميرز، استخدام صبغه اخرى اسمها جيمسا ستان، وي جوينت تو توك اباوت ات، بلود فيلم سلايس فور مالاريا اند اذر بلود باراسايتس. سو اي جوينت تو كونسنت اباوت ثري ثينكس، تيستينج اللي هو الفورمالين فيكس ستول، بوزيتيف ترايكروم ستان سميرز، اند جيمسا ستان بلود فور باراسايت اللي بيعملوا انفكشن للبلود زي الملاريا and other blood parasites. Let us start by اللي هو الستول. Diagnostic parasite infection واحدة من العينات، أكثر العينات بيستقبلها في الباراسيتولوجي هو الستول. إذا استقبلنا فريش ستول، أول شيء لازم نعملها microscopic examination. بنشوف الكلر، هل هو brownish, yellowish, dark brown, red, etc. في نفس الوقت we look for the form. هل هي soft ولا formed ولا watery ولا mucoid ولا bloody diarrhea and so on. هذه العينة اللي بتجينا ايا كان بعد ما نكتب بالمعلومات هذه اي كلر والفورم بنعملها ويت بريباريشن فور ذا ستول اكزامينيشن. ليش نعملها ويت بريباريشن؟ عشان نشوف اذا في اوفا او ما يسمى اند اور اكس تبع الباراسايتس، نشوف هل الاوفا موجوده او الاج موجوده. وطبعا هذه العمليه عشان نشوفها يحتاج الى سويتبر فور هيفلي انفكشن، يعني اكثر شيء بيكون موجود في لما يكون انفكشن كثير بيكون واضح انه البويضات موجوده الاوفا او الاكس. طبعا هذا التكنيك ايزي تو بي دان، زي ما انتم شايفين هنا بنحط الستول ونحط عليه كفر سليب ونشوفها تحت المجهر على 40 اكس. طبعا هي احيانا بتجينا الستول بريزيرفد ان ذا فورمالين، وهذه العمليه اذا كان الستول بريزيرفد ان فورمالين فهذه سوتابل فور باراسيتولوجي تكنيكس. في الميكروبيولوجي في البكتيريا مثلا we don't accept stool culture، يعني stool with formalin preserved we don't accept it، لكن في الباراسايتولوجي we accept ان formalin preserved stool. هذا للباراسايتولوجي مش للميكروبيولوجي، البكتيريولوجي بمعنى اخر. هنا احنا بنعمل شيء اسمه concentration flotation technique، بنستخدم formaldehyde is commonly used as preservative agent، يعني اكثر formalin بنستخدمها الماده هذه اسمها formaldehyde. شو معنى concentration؟ تكلمت كثير عن concentration في تو سلايدز السابقه، هذا السلايد concentration او sedimentation technique. احنا هنا بنستخدم انه separate parasite from the stool، وهذه العمليه to increase the chance of detecting parasitic infection. عشان بسم concentration يعني ان انا اجمع كل الباراسايت ما يحتاج الاشياء الاخرى، فهي الطريقه تتم بفصل الباراسايت عن الستول، وهذا will increase the chance of detecting parasitic infection خاصة suitable for large eggs or an ova، يعني زي هاي البويضات. احنا اكثر شيء ولوك فور جماعة الديدان تروماتوس والنيماتوس والسيستوس اذا تتذكروا، ولوك always for the eggs، هاي البويضات على اشكال وانواع، وهذه اخذناها في النظري. واحدة من الاشياء كمان بتساعدنا فيها اللي هي الفورمالين بريسيرفد سول، بتساعدنا suitable for small size كمان. Depends on the floating egg or ova. Floating يعني بتترسب أو تسبح على سطح السائل هذا الفورمالدهايد. Minimal chances for detecting parasite organism، يعني ولكن detection للأورجانيزم نفسه is difficult وصعب to detect it. يعني but we can detect the eggs or ova اللي هما floating. Okay. فإذا أهمية الفورمالين preserved stool أهميته إنه can be used for small size of the stool. و يساعد على الفلوتنج اكس والاوفا على الفورمالدهايد السائل نفسه اللي هو اللي حطيناه مع الستول، لكنه يقلل التشانس اوف ديتكتنج باراسايت اورجانيزم اللي هي الديدان غير الاوفا، يعني اشكال اخرى غير الاوفا والاج يو كان نوت سي ات. نيجي للترايكروم ستان، هذه واحده من الصبغات المحبذه في الباراسيتولوجي وتستخدم كثير. هو عباره عن بيرمننت ستانينج فور فيكال سمير وهاز بين يوزد باي ساينتست فور ذا ديتكشن باراسايتس، وتستخدم لرؤية أو to detect البروتوزوا and cyst. بروتوزوا and cyst.
نيجي مثلا لمثال على التريماتودز. من امثله التريماتودز في عندنا شيستوزوما اللي هو عباره عن بلود فلوكس اللي هو بيروح للدم اللي هو بالهرس تقريبا. شايفين بالهرس هو عباره عن شيستوزوما مانسوناي، شيستوزوما مان هيماتوبيوم، شيستوزوما مونيكوم. اذا بتتذكروا هذول الثلاثه بيصيبوا الدم تمام، لكن العينه في اثنين منهم لازم ناخذ ستول وعينه واحده منهم ناخذ يورين مش ستول. وفي اختلاف في شكل الايج البويضه. اذا بتلاحظوا مثلا في الشيجله مانسوناي هذه اللي هي شيستوزوما مانسوناي، شايفين هذا الراس المدبب جاي على الطرف، في الهيماتوبيوم جاي at the end. جابونيكم زي ما تشوفين دائري مش elongated، وبيكون فيها هذه الزائد هاي على الطرف هنا بس صغيره جدا مقارنه بهذه مانسوناي. Schistomiosis أو ما يسمى بالهرسيا is after malaria the second most important parasite infection. يعني واحد من أخطر أنواع، تعرفين إنه هذا خاصة الجماعة اللي في مصر أو السودانيين، مثل الإخوان السودانيين اللي عايشين لأنه على نهر النيل وعندهم ترع بينزلوا بيصبحوا في هذه الأماكن فبيصابوا بهذه بالهرسيا، هم أكثر عرضة. ف most infection from the parasite is Cercaria after release from the snails. وموجودة في الفريش ووتر هذا. الفيرست هوست از سنيل عندها تو هوست، والسكند هوست هو الهيومن. الريزرفوار هو السنيل، والانترميديت هوست اللي هو الهيومن. طبعا بيدخل عن طريق الجلود، عن طريق الجلد، عبارة عن انفكشن درماتايت بيدخل خلال مسامات القدم تو بنتريت اللي هو السيركاريا، هذه اللي هي انفكشوس ايجنت والسيركاريا. وبعدين باراسايت ايجز ان ذا فيسز لما ينزل بويضات، لانه لما يدخل يشكل ديدان بالهرسيا، وهذه بالهرسيا بتصنع البويضات، والبويضات بتنزل بالبراز خاصه المانسوناي جابونيكام. مانسوناي وجابونيكام وكان ديتكت الاكس في الفيز في البراز، لكن الهيماتوبيوم هذه وديتكت الاكس تبعتها في اليورين. افضل شيء العينه هي اليورين. وهذه الكلام اللي احنا ذكرناها في النظري اللي الدورة الحيوية، وتلاحظوا هون هي عبارة عن بايسكشوال لأن الذكر والأنثى مع بعض، والسركاريا هو انفكتيف ستيج اللي هو هذا، الفيرست هوست اللي هو السنيلز هي اللي تاكل بويضات وتدخل جواها وبتصنع لي اللي هو السركاريا. هذا السركاريا هو اللي بتناولها الإنسان لما يكون يسبح أو بيكون نزل في المية مثلا من خلال الجلد، مسامات الجلد، وبتروح لا اذا ما انتم شايفين هنا الى عده اماكن. طبعا موجوده في الباول والريكتم، فينس بليكسز او بلادر، عارفين. اللي يروح للبلادر هو الهيماتوبيوم، وبيروح للباول اند ريكتم هو اثنين هذول، اللي هو واحده منهم بتروح للبي اللي هو الميزنتري اللي بيروح الامعاء الدقيقه، وفي منهم بيروح الامعاء الغليظه. ولما يكون في هذه المناطق بيروحوا يتحول هذا السركاري الى ادلت اللي هو هذا ميل اند فيميل باي سيكشوال، هو نفس الدوده واحده ذكر وانثى مع بعض مرتبطين مع بعض، هذول بيتحدوا فبيعملوا بويضه ملقحه. بالنسبه للمانسوناي وجابونيكام بيطلع في الستور، الهيماتوبيوم بيطلع في اليورين الاكس. سو وي ديتكت فور ذا اكس اكشلي وي لوك فور ذا اكس، بس مانسوناي وجابونيكام و look for this eggs in the feces في البراز، الهيماتوبيوم في اليورين. نيجي للنيماتودز، أهم species هو أسكاريس لمبريكويدز اللي هو عبارة عن راوند وورم، انتروبيوس فيرميكولاريس اللي هو البين وورم، تريكورا سترايكورا ويب وورم، هنتكلم عليهم الآن. نيجي أول شيء أسكاريس لمبريكويدز، زي ما أنتم شايفين شكل بويضات، أوكي؟ الطول تابعه up to 35 سنتيمتر لينك، شايفين طوله، ديدان ابدا في الامعاء. What we detect actually most commonly we detect اللي هو fertilized او unfertilized eggs اللي موجوده في البراز. اوكي. The typical method of diagnosis ascaris is by identifying ascaris eggs اللي هو هاي البويضات in the stool sample، هو اكثر شيء we look for it. هنا زي ما انتم شايفين انه the only host of the ascaris lymphocytes هو الهيومن،
زي ما انتم شايفين تناول عن طريق فيكال اورال ترانسميشن خاصة عند الأطفال، تناول هذه الانفكشوال ستيج اللي هي اسمها الانفكشوال ستيج، هذه اللي هي عبارة عن فيرتلايزد ايج مشكل فيها الديدان، دودة كبداية كلارفا، بدخل الإنسان بيبلعها بيطلع الطفل هذا، فمباشرة بتنزل للأمعاء الدقيقة وتنتشر بكميات كبيرة على شكل ديدان مرتبطة بالأمعاء الدقيقة على شكل ميل وفيميل، وأحيانا بتروح للرئتين. أوكي، الآن لوجود الذكر والأنثى ففي بويضات حيوانات منوية بتم تلقيح البويضات، فبينزل لي يا فيرتلايز أو أنفيرتلايز إكس. أوكي، إذا مش فيرتلايز أو أنفيرتلايز إكس، الفيرتلايز إكس نفسه راح تقسم هذا اللي في داخله البويضة المرقحة، الخلية اللي جواها تنقسم لاثنين لعدة خلايا، وبعدين يصير لنا زي لارفا جديدة صغيرة جوا البويضة، تشكل جنين داخل البويضة نفسها، هذه انفكشوال ستيج بيجعل الإنسان وهكذا. diagnostic هي الستول and we look for fertilized and fertilized eggs، هذول الاثنين we look for them في البراز. شايفين كيف شكل unfertilized egg؟ عبارة عن الفرق بين fertilized و unfertilized. unfertilized egg زي ما انتم شايفين هنا thick shell elongated and larger than fertilized egg و contain mainly a mass of refracting granules. شايفين granules هذه الموجودة في هذه granules thick shell. ال fertilized egg بيكون thin is thin shell مقارنة بهذا thick shell، واثنين عبارة عن diagnostic stage يعني we look for both of them. شفنا unfertilized أو fertilized egg كمان هذا الشخص عنده أسكاريس للمكويس ولازم نعمل له surgery to remove الورمز الموجودة في الأمعاء الدقيقة. نيجي للنوع الآخر اسمه انتروبيوس فيرميكولاريس اللي هو عبارة عن pinworm. What we look here for انتروبيوس فيرميكولاريس we look for the eggs are elongated oval in shape اللي هو هذه and length by 20 to 30 micrometer width with the main host والhuman كمان. الغريبة انه احنا البويضات والpinworm هدول اللي الديدان هذه الصغيرة can be seen in على فتحة الشرج اللي هو الانال opening موجودة around، كلها بتتجمع هدول الاثنين بيتجمعوا around the anus، ولذلك بيكون الشخص اللي عنده هذا interview بيكون عنده حكة رش في منطقة الانس منطقة الشرج ويؤدي إلى زي الرجي منطقة فتحة الشرج، وهو هذا بينتقل من شخص لآخر عن طريق contaminated hands, bedding, clothing, toes and furniture. الشخص المصاب بهذا النوع من الباراسايت لازم نفصل ملابسه عن البقية، لازم نغير يعني سريره لوحده، أكله لوحده، حتى الهانس لأنه لما يجي يدخل حمام جلكم الله ممكن يعدي، الفرنتشر كمان لازم يكون لوحده، اللعبة إذا كان طفل صغير لازم يكون لوحده حتى ما يعدي الآخرين. وزي ما انتم شايفين الإكس تبعتها إلونجيت أوفن شيم ميجر 50 ل 60 مايكرومتر، هيو اللينكت بالطول و 20 30 مايكرومتر إن ويدث، وعبارة عن فلاتن أون ذا وان سايد. فلاتن وان سايد يعني واحدة من المنطقة هنا بتلاقيها فلات، شايفين هنا فلات، هنا مدبب، هنا فلات، جهة بتكون فلات موجودة في فتحة الأنس اللي هو perineum always. إذا infectious stage هو عبارة عن impregnated eggs and gestated by human، عشان كده بتقل في oral transmission بروح مباشرة للأمعاء الدقيقة زي ما انتم شايفين هنا. فاللارفا هاتش in small intestine وبيعمل لي adults اللي هو male female. فتلقيح البويضات بنزل هو egg fertilized egg، وهذا عبارة عن diagnostic stage. احنا we look for the egg. وهي زي ما انتم شايفين فتحة الشرج مليانة ديدان وبويضات اللي انتروبيوس فيرميكولاريس. والتست اللي عندنا من عندنا بنسميها نستخدم تيب بنسميها التست هذه عشان تو ديتكتد، انه نستخدم ستيكي تيب مي ابلاي تو ذا بيرينيتال سكين زي ما شايفين هذا التيب، بحطوها فتحة الشرج وبسحب الديدان والبويضات الموجودة فيها ولوك فور ات ان ذا مايكروسكوب اكزامينيشن. And you are looking for impregnated eggs and infective stage and larvated eggs at the diagnostic stage. Trichora strichora هذه كمان عبارة عن whipworm because they have broad, short, posterior and
الأند، شايفين الأند تبعها thin very thin مقابلة بالناحية الأمامية و pointed يعني مدببة في النهاية and very long narrow hood like anterior end. شايفين هنا very long و narrow و short. هذه المنطقة الأمامية تكون short thick هذا وبعدين بصير thin نهايته مدبب. اوكي البويضه تبعتها هذا شكلها بويضه. هذا هو this is the diagnostic stage اللي هو احنا we look for in the stool for this egg اللي هي تقريبا على at the end both end على شكل flat. اوكي بدخل على طريق فيكال oral transmission egg containing infective larva. طبعا الايج زي ما انتم شايفين هنا شكلها هي وموجوده في contaminated soil food and water وبصير اكثر شيء الاطفال اللي بيلعبوا بالتراب وهذا. فالانبريونيتد is the diagnostic stage and phases and the embryonated is the infective stage. اذا we look البويضه اللي بتطلع من الانسان هي embryonated هذه اللي احنا بنقول look for it ولما يتحول الى embryonated eggs بصير infective stage بصير ungested بصير عملنا we look for it. هذا اللي هي زي ما انتم شايفين embryonated egg بعدين يتحول two cells. هذه الخليه اللي وصلت تقسم الى ثلاث او اربع خلايا او مجموعه خلايا بتحول لنا امبريونيتد ايج في الحاله وبيصنع لي لارفا جواها زي ديده صغيره يتناولها الانسان بطريقه خطا وبتروح الامعاء الدقيقه اللارفا هاتش ان سمول انتستان ويعمل لي ميل اند فيميل ادلتس. ممكن يكون ميل او فيميل ادلتس. هذول بيطلعوا لي بويضه غير ملقحه امبريونيتد ايج باس ان ذا فيسز. الدياجنوستيك هو لوك فور امبريونيتد ايجز والانفكتيف هو امبريونيتد ايجز ار انجستد في حاله تريكورا تريكورا. نيجي الان للبروتوزوا. البروتوزوا عباره عن سنجل سيل اللي دخلناهم من الاول نيماتود تريماتوسيستود اللي هم عباره عن هيلمنتس اللي هم ديدان وملتي سيلر. الان نتكلم عن البروتوزوا اللي هي سنجل سيل. في نوعين، في عندنا انتستينال بروتوزوا وفي عندنا بلود بروتوزوا. مثال على هذا الموست امبورت البروتوزوا في الانتستينال انتمي باستريتي وجارديان امبريا. بالنسبه للبلود بروتوزوا اللي راح نركز على الملاريا بلازمودوم فالسيبارم تريبانوسوما. اول شيء نتكلم عن انتميبا هوستولوجيكا هي عباره عن سنجل سيل وعباره عن بروتوزوا. The active form is the protozoid and the cyst survive outside the house in the soil and water. اهم اعراضه اللي هي abdominal pain and diarrhea خاصه عند الاطفال. السيست طبعا is round with fine cyst wall and 1 to 2 chromatin bodies. اوكي زي ما انتم شايفين هنا 1 to 2 chromatin bodies and 2 to 4 nucleus. فيها 2 ل 4 nucleus فيها 1 او 2 chromatins. هذا كروماتين وهذول النيكليوس ممبرين او نيكليوس. الكروماتين قد يكون عندها 1 ل 2 هذا الكلام في السيست و عدد النيكليوس يتراوح بين 2 ل 4. نيجي للتروفوزويد has irregular shape and one large granules. إذا بتلاحظ هنا large granules large irregular shape and one large nucleus عفوا. عشان نشوف انت مين بس افضل شيء انه نعمل نجيب العينه اللي هي ستون نعملها ترايكروم ستان. ترايكروم ستان is the best to detect cyst او تروفوزويد او اثنين مع بعض. نيجي للجياردية لامبليا. كمان هذا عبارة عن parasitic infection mammals including humans, bears and reptiles. وزي ما انتم شايفين السيست are avoid avoid يعني بيضاوي الشكل cyst to ellipsoidal هي هذه. هذه عبارة عن cyst وحجمها 11 ل 14 مايكرومتر لينكت باي 17 مايكرومتر ويت تحتوي على أربعة نيكلياي وأكسونومس أند ميديم بوديز. التروفوزويد آر بير شيبت 10 ل 30 أند هاف فلاجيلا زي هذه وفيها فلاجيلا. شايفين هذه هنا؟ هذه عبارة عن تروفوزويد فيها فلاجيلا. عدد الفلاجيلا 8. وعشان نشوف هذا زي ما كالعادة عشان نشوف التروفوزويد أند سيست نستخدم سبا اسمه ترايكروبستان. اللي قبله اللي هو انتمي هوستوليكا ما فيها اذا بتلاحظوا هنا التروفوزويد ما فيها فلاجيلا. هذا بتتحرك حركه اميبيه اميبويد عشان نسميها انتمي هوستوليكا.
هذه فيها فلاجيلا، فلاجيلات اللي هي هذه فيها فلاجيلا، مش الايكو وانما مش السيست وانما التروفوزويت، اللي هو هذا الشكل زي الشكل زي ما انتم شايفين زي الجورس شيب او هذا اللي هنا. هذا فيها 8 فلاجيلا تتحرك باستخدام بسميها فلاجيلات. ننتقل عن البروتوزوا اللي بيصيبوا الدم، افضل نوع افضل مثال عليه هو الملاريا. طبعا في عندنا 4 سبيشيز بلازموديوم، هذا في عندنا 4 سبيشيز بلازموديوم اوفل، بلازموديوم ملاري، بلازموديوم فالسيبارم اند سو اون. احنا راح نركز على البلازموديوم فالسيبارم، هو اكثر انتشار واكثر انتشار في العالم كله. هذا بينتقل على الحشره اللي هي فيميل انوفيلز موسكيتو، اللي هي فيميل موسكيتو اسمها انوفيلز، ذا موست كومن كوز اوف ملاريا. اي منطقه مثلا موجوده في منطقه الجنوب في جيزان، هذه الحشره موجوده اللي هي الموسكيتو، هذا الشكل هي فيميل موسكيتو اسمها انوفيلز، هي ذا موست كومن كوز اوف ملاريا. بنقول هو بلازم، هو اللي بيصنع بلازمود فالسيفار، هو ريزرفوار هوست لتصنيع بلازمود فالسيفار من كل الانسان ويصاب بالملاريا. طبعا ذا بروتوزوا عنده سيفرال ستيج بتوين موسكيتو جات اند هيومن سيركيليشن. شايفين الموسكيتو هو ذا مان ريزرفوار وانترميديت هوست اللي هو هيومن. طبعا واحدة من الصفات المميزة للإصابة بالملاريا انه لما يشوف داخل الكردون الحمراء بيشوف رينج فورم شكل خاتم، قد تكون نقطة نقطتين ثلاثة أربعة، حجم أكبر. بالنسبة لل عشان نشوف هذا الكلام لازم نعمل بلاد سمير ونصبغها بالجيم سيستم، تمام، ولوك فور الرينج فورم. زي ما انتم شايفين هاي أشكال وأنواع الرينج فورم عشان تو ديتكت البلازما فالسيفارم. لما نشوف الرينج فورم هذا زي الخاتم مباشرة هو ملاريا، الشخص هذا عنده ملاريا في الريد بلاد سيلز. تريبانوسوما، تريبانوسوما هو نوع من البروتوزوا فلاجيليتد، فيها فلاجيلا وتروح للدم، تسبب مرض اسمه سليبنج سيكنس، واللي هو اللي بنقولها تسيتسي، حشرة اسمها تسيتسي موجودة في افريقيا، تنقل هذه الحشرة هي اللي بتصنع تريبانوسوما، ويؤدي إلى إصابة الشخص بالنوم، أحيانا النوم بدون ما يقوم، يعني ممكن يؤدي الوفاة في النهاية. ما وديتكت هذول التريبانوسوما الأشكال هذول باي جيمس ستين، نسبوها بلود سمير جيمس ستين والإكزامين عند الميكروسكوب، كل شكلها زي كده زي ما تشوف، على شكل مرات سي، على شكل اس إذا بتلاحظوا من شكل اس، مرات على شكل جي أو زي هذه جي شيب، أشكال مختلفة. هذا بالنسبة لكل الكلام أو باختصار اللابز عن الأنواع وأشكال الباراسايتس سواء كان هيلمنس أو بروتوزوا. إذا في عندكم أي سؤال رجاء الكونتاكت مي ثرو داما إيميل، ثرو يونيفرستي إيميل تحديدا. If you have any inquiries أنا مستعد أجاوب على أي سؤال. والسلام عليكم ورحمة الله.